بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ده إن شاء الله بيتي الجديد، شايفين بس كده لسه طبعا بشطب والله فلوس موت. حوريكم النخل اللي أنا جايبه من السعودية، وحوريكم بعض الأشياء إن شاء الله، والعنب، وحوريكم المبنى ان شاء الله من الداخل باذن الله. هو في حاليا ناس شغال الله يعينهم يا رب. حكم ده المدخل بس لسه طبعا، ده طبعا ما اوقات ما ظبطناش لسه طبعا، فيه كده شويه شغل. طبعا هنا بسم الله ما شاء الله، طبعا زرعين موالح، زرعين برتقال، يوسف هندي، مشمش، خوخ، عنب، طبعا عنب اهوت، والنخل اهوت، طبعا كله طارح. هوريكم بس النهارده طبعا عندي شغل اهوت لسه، طبعا لسه احنا على ان شاء الله بنشطب شغلنا بامر الله. هدخل لكم كده من السلام عليكم. هنا البدروم، طبعا هنا البدروم ماشي، ده هو المبنى، هنا حمام اهوت، هنا كل شيء، السلم. بس هننزل تحت احسن، ننزل كده نشوف. اوريكم الشجر، اوريكم الحاجات. على فكرة النخل اللي انا حوريه لكم ده سعودي، اللي هو بيطرح تمر، اللي هو بيطرح تمر ده مزروع في السعودية، او طرحة ده مزروع في السعودية، في بيكون على التراتوار كده في نص الطريق. طبعا اي حد بياكل منه، هو بيكون تبع البلدية، لكن اي حد كده انا جايبه فسايا صغيرة. بجد يعني عدوني بعجوبة، لولا الصغيرة ما كنتش كده. ده الفل اهو، فل، وكمان ده لسه بس صغير، ده سفندي طارح اهو، طارح، ده مشمش، شجرة المشمش اهي ماشي، ودي نخلة لسه طبعا صغيرة ما طلعتش. عندي لسه على فكرة صغير كمان، شايفين هنا هوت السفندي، ده البرتقال اللي هو ابو سرة عايز يترش، شكله عايز يترش ماشي. ده بقى النخل برضه هو الطارح اهو، شايفين البلحة، ده لسه هيطلع تمر روعة روعة، بس عايز ان شاء الله هنربطه باذن الله. لازم اربطه عشان يكون كويس. البرتقال طبعا طارح اهوت. انا ماشي بس من الجنينة، على فكرة هصور لكم الفيلا لوحدها ان شاء الله. طبعا هنا خلينا من الجنينة احسن. ده العنب اهوت، ده العنب، هنا المشمش برضه طبعا طرح، دي طرح اكلنا منه. هنا العنب اهي، كعبة العنب. طبعا في انفار شغالة، عندي صناعية شغالة. في نعناع يا جماعة، هو النعناع ده هو من المدينة المنورة، النعناع ده هو من المدينة المنورة، ودي حاجة اسمها الويزة. الحاجات دي بتحط على الشاي على فكرة، الويزة دي زي برضو زي نفس نظام النعناع كده. عاملين خشب طبعا عشان السائل، عشان كده دي كعيبة العنب اهي، كعيبة العنب اهي، وطارح طبعا بسم الله ما شاء الله. والله ما محتار اوديه فين، كتير كتير يعني بصدق حد من اصحابي، الله اعزمك، الناس اللي هم اصحابي
ما بيصدق يبوني على اساس انا طبعا داخل ورا داخل كده في الخلف اهوت. طبعا ده صرف صحي بتاع الفيلا. شايفين العنب؟ شايفين هنا طبعا شجر يوسفندي وبرتقال ونخل. طبعا اهم شيء عندي النخل بصراحة. البلح السعودي يا جماعة، البلح السعودي ملوش حل. كمان نخلة صغيرة هي، بس على ما تكبر انقلها وديها مكان تاني. طبعا عندي هنا كل الامكانيات الحمد لله. اهو شايفين العنب اهوت، العنب ده صغير. طبعا هنا كمان على فكرة انا لفيت بس كده من بره، ما زالت هنا هي نفس النظام اللي هي التكعيبة ماشية على طول. لك يا باشا اهلا بيك. اوكي طبعا هنا هدخل لكم كده شوية في وسط الشجر. عندي هنا طبعا رابطين النخلة دي علشان كانت مايلة، هي رابطها علشان كانت مايلة. دي برضه في هنا وقت مشمش. ده مشمش اهو، مشمش شجر كبير. ده طرح على فكرة، ده طرح وده برتقال. هنا السفندي، دي بقى ليمون، اللي فوق دي ليمون. مش مكتر ليمون يعني، يمكن هم اربع شجرات بالظبط. والباقي كله سفندي وبرتقال بسرة. ودي خوخة، دي شجرة خوخ، دي شجرة خوخ. يعني مش خوخ، يوسفندي، برتقال بسرة. طبعا هوريكم حاجة رب الإله، بس في حاجة اسمه يوسفندي، اسمه يوسفندي ملوكي. ده بيكون زي ايه، البرتقال السكري كده، زي البرتقال السكري. شايفين؟ وده برضو خوخ، ده خوخ اهو. طب البرتقال كله طالع، كله خلاص، كل سنة طيبين، كله طرح. واليوسفندي نفس الشيء طرح، ده يوسفندي. وده ذرة صغيرة، شايفين؟ طبعا ده كله حوالين البيت. طبعا هنزرعه ان شاء الله، بس البرتقال يكبر، البتاع قصدي النخل. اهم حاجة عندي النخل اللي هو السعودي ده، روعة. ايه ده بقى اللي كسرك ولا ده رومان يا جماعة، طالع برضو طالع. ده رومان طالع. ودي نورة الرومان، دي نورة الرومان. عندي كل شيء الحمد لله والشكر لله. كله طالع. عامل السور طبعا عالي جدا اهو، عشان ما فيش اي حد يعدي عندي مهما كان جبروته يعني. عندي كمان شوفها البرتقال طرح اهو اهو. طبعا عامل بني بره في مكان مستقل لوحده على الطريق العام بتاع البلد. يعني براحتي، بعيد عن الناس، تقعد بجد. هوا روعة. مشمش اهو كمان، مشمش. حبيت على فكرة من زمان، كان نفسي أوريكم، لكن خلاص أنا الأوان إن أنا طبعا وريتكم كده، وريتكم الجنينة
اللي هي بتاعة الفلة كمان رمانة. بسم الله ما شاء الله. شايفين الطرح؟ شايفين غيره. هو رمان طبيعي طبيعي، الرمان بيجيب طرح رهيب. هوريكم بعد كده الغرف والحمامات والسلالم الداخلي، هوريكم كل شيء. دي ورد، دي وردة بس لسه مطرعش. هنا مطارع اهو، اوريكم الورد. ده الورد. هنا طبعا اول ما كنت داخل هنا تكعبة العنب اهي، والعنب جايب طرحه بسم الله ما شاء الله. ان شاء الله اصور لكم الفيلم من الداخل باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.